تقبل الناس كما هم. برضو دي أزمة عند خدام كتير. في خدام دايما وهم بيتعاملوا مع الناس لسان حالهم لازم تتغير عشان أقبلك، لسان حالهم كده، لازم تغير نفسك عشان أعرف أقرب منك وأتعامل معك. الحقيقة ده مبدأ غلط، لأن الكتاب بيقول اقبلوا بعضكم بعضا كما قبلنا المسيح. المسيح ما قبلناش بشرط ان احنا نتعدل، ربنا يسوع قبلنا زي ما احنا. قبل السامرية وهي بترد عليه بقلة أدب، ما عندوش مشكلة. قبل نيقوديموس وهو طالع فيها في الكلام، ماشي. قبل اليهود وهم بيشتموا أحيانا، معلش. قبل يتعامل مع هيرودسيين وهم مكرين عاوزين يمسكوا عليه كلمة وماله. قبل يعقوب ويوحنا وفي مرة تنرفزوا وقالوا ننزل نار من السماء تاكلهم، بس قبلهم برضو وبخهم، بس قبلهم. ربنا يسوع ما كانش بيشرط في التعامل انك تتعدل عشان اعاملك، لا 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 لا، انا هتعامل معاك وهحبك، اتمنى لك انك تبقى افضل، بس ده مش هيوقف التعامل بيني وبينك. احنا عندنا مشكلة ان احنا مش بنقبل الا فورمات معينة في دماغنا كده، كأني بقول لك ادخل في الفورمة اللي في دماغي اتعامل معك كويس، ما تدخلش في الفورمة دي مش هتعامل معك. لا، وانت كده عمال تخسر ناس. تقبل الناس كما هم. افرض عندك شخص بطيء في الكلام، تقبله هو مش عارف يسرع غصب عنه. افرض واحد مش قادر يمد يمشي بسرعة، تقبل. افرد انت نفسك جالك ظروف زنقتك، تقبل الظروف. تقبل مراتك لما تضعف، تقبل ابنك لما يبقى ملخبط، تقبل جارك اللي ما يعرفش ربنا واسلوبه سيء. تقبل الناس، لان مجرد قبولك للناس هيديلك يعني قلب واسع، وهيديلك رضا، ويديلك انجاز وفرصة تكسب الكل. وانت مش قابل، انت اللي خسران على فكرة، انت اللي متنكد، انت اللي مزنوق طول الوقت. نمرة 7، في فن قيادة النفس اياك والتأجيل. عندنا مشكلة مزمنة وبرضو كلنا بيبقى لنا طموحات كتير قوي. يعني ممكن ترجع بكرة خدمتك تقول انا طلعت بكم فكرة بقى، يعني هتخلي الكنيسة او هتخلي خدمتي ما حصلتش. وبعدين ترجع تلاقي نفسك وراك حاجات كتير، فتقول طب نخليها الأسبوع الجاي، وبعدين الأسبوع اللي جاي برضو وراك حاجات كتير، طب الأسبوع اللي بعده. مرة في مرة تلاقي الرغبة أو الفكرة أو النقلة اللي كنت هتنقلها اتبخرت. عارف ليه؟ عشان اتأجلت. مجرد أنها اتأجلت. لسه قريب كان واحد من ولادي بعت له رسالة، أنا عارف أنه مريض، قلت له طب هزورك الجمعة الجاي، راح السماء يوم الأربعاء، قبلها بيومين. قلت يا ريتني ما أجلت، صعب علي أوي. لكن هي الحياة كده، في حاجات ما بتتأجلش. طب ما احنا نخلي بالنا، لو أجلت الصلاة أنت تعرف هتصلي إمتى تاني؟ لو أجلت افتقاد شخص مهم تعرف ده هيعيش ولا مش هيعيش؟ لو أجلت مشروع معين انت عارف المشروع ده كان هيكسب كم نفس، والتأجيل ده هيخسرك كم واحد في السكة. احذروا والتأجيل. تيجي تقول انا مش قادر اقرأ الانجيل النهاردة، خليه بكرة. طب ما خلاص هيبقى بكرة، يجيب بكرة، يجيب بكرة. هتلاقي نفسك قعدت شهر ما تقرأش. اياك والتأجيل. واحد يقول انا مش قادر اصالحه، اليومين دول نفسيتي مقفولة شوية. لما تبقى نفسيتي كويسة اصالح. يا ابني وافرد نفسيتك ما تصلحتش وقال المعاد. إياك والتأجيل في كل حاجة مهمة، ما تأجلش، انجز بقدر الإمكان، لكن احذر التأجيل، لأنه ضيع على الناس حاجات كتير، وضيع على بعض الناس أبديتهم، ضيع الناس كده بسبب التأجيل. نمرة 8، دايما راجع هدفك ورسالتك في الحياة. عشان تطور نفسك أو تقود نفسك للأفضل، اسأل نفسك دايما أنا عايش ليه؟ أنا إيه رسالتي في الحياة؟ وأرجوك لازم رسالتك أو هدفك تتضمن
الآخرين يعني إيه؟ لو لقيت الرد المباشر للسؤال ده في دماغك، أبقى غني، أبقى معروف، أرتاح من التعب، أخلص الشغل اللي ورايا، اعرف إن دي مش إجابة سليمة لسؤال الرسالة. الرسالة معناها دايما المستفيد واحد غيرك. عارف لو أم بتقول لي أنا رسالتي في الحياة إن أنا أرعى ابني المعوق، أقول لها طوباكي، أنت ست عظيمة وهتدخلي السماء من أوسع أبوابها. هتقول لي ده هي عايشة عشان شخص أو ماله، بس مش عايشة عشان نفسها. فرسالتها عندها طفل معوق عايشة عشانه، 10 على 10. في واحد يقول لي أنا رسالتي الكوتشنج، بقيت بحب خدمة الكوتشنج، وكل طفل يتعلم ويكمل تعليم بالنسبة لي ده أهم حاجة في حياتي. برافو، دي رسالة. زي ما الأم تريزا اختارت رسالتها الناس اللي بتموت وملهاش حد، هي دي حياتها، تفكرش خالص في نفسها وصحتها. في واحد رسالته فئة الحرفيين البعاد عن الكنيسة، أو واحد رسالته المدمنين، أو واحد رسالته محو الأمية. دي رسائل عظيمة، وأعظم رسالة في ده كله خلاص كل الناس دي، إنك تبقى اللي شغلك كل دول يروحوا السما. فراجع رسالتك وهدفك كل شوية، ده اللي يخليك مؤثر. بقدر وضوح هدفك بقدر تأثيرك على اللي حواليك، لأن ده هيخليك لا تأجل وترتب الأولويات، ومفيش دقيقة بتروح منك. ليه؟ لأن هدفك واضح، عارف تروح فين. لكن أغلب الخدام رسالتهم تايهة، ممكن يحط تحت كلمة الرسالة دي 10 نقط، عاوز ده وده 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 وده. ما لا، ما انت كده مش مركز. اطلبوا اولا ملكوت الله وبر، دي الرسالة، الملكوت والبر. يبقى راجع دايما هدفك ورسالتك، لان هو ده اللي يخلي ليك قيمة ويخلي ليك تأثير. نمرة 9، خصص وقت للقراية، بالذات انتوا كخدام. ده بيتقال على فكرة الموضوع ده حتى للناس العلمانيين في الدنيا اللي عاوزين ينجحوا، لكن احنا بالاولى احبائي في الزمن ده لازم نقرا. ما ينفعش خادم يكون القراية ضعيفة عنده، لازم تقرا الانجيل اولا، كتب روحية ثانيا، ثقافة ثالثة، ولازم تتعامل مع ده كله، لان القراية بتوسع المدارك، بتديلك رؤية جديدة، نظرة جديدة لحاجات كتيرة، بتغير فيك وبتغير في اللي حواليك، بتضيف عليك، بتضيف. لكن لو انت ما بتقراش، انت الحقيقة عمال تضيع على نفسك حاجات كتيرة، وبتقف محلك سر. في ناس كتيرة قوي هتخطيك وتعديك، وتأثيرك هيبقى محدود قوي. نعمة القراية دي نعمة، وعندنا مصادر كتير دلوقتي، بداية من الإنجيل والكتب الروحية، وبعدين الثقافة المفيدة، الثقافة العامة المفيدة، لأن في ثقافة فعلا مفيدة جدا تقدر تاخدها وتأثر بيها في شخصيتك وشخصية اللي حواليك. آخر نقطة أقولها، قيم نفسك باستمرار. اللي عاوز يطور نفسه لازم كل شوية يقف يقول أنا بتحسن ولا بتأخر، أنا شخصيتي ألطف ولا أسوأ، أنا إنجازاتي أكتر ولا أقل، أنا الناس بترجع لورا مني ولا بتقرب لقدام مني، أنا في ناحية رسالتي بنجز ماشي في الرسالة ولا ببعد عنها، أنا بأجل ولا ما بأجلش. ما هو قيم نفسك دي تعود على كل النقط اللي فاتت، يعني التقييم ده هيجي على كل حاجة. عندك خطة ولا لا؟ لسه بتقول مستحيل ولا بطلت تقولها؟ هل بتقول معرفش ولا لسه بتفتي على طول؟ على الأقل بتتعلم من أخطائك، ولا أنت عايش في الحسرة وندمان وخلاص؟ أختم بقاعدة يقولوها كده الجماعة بتوع الدنيا حتى، لكنها مفيدة. تقول اعلم أن النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها، لكن بمدى تأثير الأعمال على المحيطين بك. النجاح الحقيقي في الحياة
كام واحد استفاد من وجودك خلال فترة حياتك؟ تاني، النجاح الروحي أو النجاح المسيحي يقاس كام واحد استفاد من وجودك خلال حياتك؟ والعكس بقى يا وقع بيضة، لو كام واحد اتأذى بسبب وجودك في الحياة، اللي هي ويل لمن تأتي منه العسرة، خير له لو طوق عنق بحجر رحم واطلق في البحر من أن يعسر أحد هؤلاء الصغار. طبعا كلكم مفيدين وفي ناس استفادت من وجودكم، بس ممكن أكتر من كده يستفيدوا، وممكن الاستفادة تتضاعف. ده كل ده لو غيرت في نفسك. غير في نفسك تعرف تغير في اللي حواليك. صلح الرتوش اللي ناقصة في حياتك تزود تأثيرك الإيجابي على الناس. يجوز الابتسامة لو جت على وشك تأثيرك يزيد، يجوز التشجيع لو بقى في طبعك تأثيرك يزيد، يجوز التفاؤل، هما التفاؤل اللي هي الرجاء عندنا، الرجاء لو زاد عندك والأمل بقيت أقوى من الأول في التأثير. طب ما كل ده أنت محتاجه. بيحطوا رسمة كده، يعني لو حابين تبصوا عليها، الرسمة دي بتقول الدايرة الحمراء اللي فوق حب ربنا، وبعدين الدايرة الخضراء اكبر مع الناس اللي حواليك، وده اللي بنعمله في المؤتمرات. الدايرة الأخيرة دي نتيجة طبيعية هتوصل للعالم كله، يعني لما البعد الرأسي بينك وبين ربنا عمال يزيد، والبعد الداخلي بينك وبين الناس اللي حواليك، أسرتك وكنيستك وخدامك وحبايبك يقوى، هتلاقي تأثيرك على المحيط الخارجي يتضاعف. فإذا كان تأثيرك على العالم قليل، إما أن علاقتك بربنا ضعيفة أو علاقتك بالدايرة القريبة ضعيف. لما الخدام يحبوا بعض قوي ويفهموا بعض قوي يبقوا تأثيرهم 10 أضعاف حجمهم الطبيعي، ولما يبقوا بيشكوا في بعض ويخبطوا في بعض ويقلقوا من بعض يبقى تأثيرهم أقل من مجموعهم. كنا ساعات نقولها كده، 1+1=0، 1+1=2، 1+1=10. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في 2 تحطهم مع بعض مش عارفين يحبوا بعض جابوا الخدمة لتحت، 2 تحطهم مع بعض حاطين حدود جامدة قوي بالعافية ماشيين بس كل واحد بطاقته، لكن 1+1 بيحبوا بعض وفاهمين بعض يبقى المسيح دخل في المعادلة دي. حط 10، حط 100، حط 1000، التأثير مختلف خالص. نراجع 10 نقط يا حبايبي، مراجعة بس. فن قيادة النفس، تعلم من الأخطاء ولا تندم على الفشل، لا تتردد في قول لا أعرف، لا تقل مستحيل، بسط الأمور وكن متفائل، ليكن لديك خطة وأولويات واضحة، تقبل الناس كما هم، إياك والتأجيل، فكر في أهدافك ورسالتك في الحياة، خصص وقت للقراية، قيم نفسك باستمرار. لإلهنا كل مجد وكرم.